كل المرات الكرة اليوشيدا أمامية خطيرة. يا السلام يا السلام يا السلام، هدف التعادل للفريق الياباني. شمس اليابان التي لا تغيب، شمس اليابان التي لا تغيب تشرق عن طريق كايتو موري في الكرة الماضية. كايتو موري يسجل هدف التعادل لصالح فريق كاشيوا ريزون. قلنا لا يملكون أي استعداد للتخلي عن أملهم في هذه المباراة. شوف الكرة الماضية، كايتو موري يستقبل عرضية مميزة من يوشيدا الظهير الرائع.